أهلا فيكم بفقرة حابب تعرف. اليوم رح نتعرف على رياضة المصارعة. المصارعة من الألعاب القتالية وفنون الدفاع عن النفس، تتطلب مجهود جسدي كبير، سرعة ومرونة. المصارعة نوعين، المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة، بس بفقرتنا لليوم رح نركز على المصارعة الرومانية. المصارعة الرومانية هي من أقدم الرياضات الأولمبية، ولاعب المصارعة بحاجة لذكاء لاعب شطرنج ولقوة رباع ولسرعة عداء. البطولات تقسم، البطولات الرسمية هي بطولة العرب وبطولة العالم والأولمبيات. طبعاً الأولمبيات طبعاً في لها مراحل تأهيل، اللي هي البطولة الأولى اللي هي بطولة العالم، بتأهل منها الثمانية الأوائل، وبعديها في أربع محطات تأهيل اللي هي تقسم طبعاً بكل دولة بيصير بطولة للتأهيل، الأولى الثلاثة الأوائل والثانية اثنين الأوائل والأخيرة هي الأول بيكون متأهل. وطبعاً من أبرز الدول القوية في المصارعة الرومانية هي روسيا وإيران والاتحاد السوفيتي بشكل عام، والأردن الحمد لله بلشت تنتشر المصارعة بشكل جيد بالآونة الأخيرة فيها، والحمد لله وإن شاء الله الأمام الأردن بيصير لها شأن كبير في المصارعة الرومانية. راح نشرح طريقة لعب المصارعة الرومانية. في البداية طبعاً هي من تحت من فوق الحزام، ممنوع استخدام الأرجل لأن الأرجل استخدامها في المصارعة الحرة، وهي تكون من 250 حركة، لكل حركة طبعاً 6 فروع، ومدة المباراة طبعاً هي تقسم لجولتين، كل جولة 3 دقائق وبيناتهم راحة 30 ثانية. طبعاً طريقة الفوز يا هو بالفارق الفني اللي هو تنتهي 10-0، يا بتثبيت الكتفين، يا بالنقاط إنه عمان تنتهي المباراة. طبعاً الأوزان، فئات الأوزان في المصارعة الرومانية بالبداية 59، بعدين 63، بعدين 71، بعدين 81، بعدين 98، بعدين 130. راح نشرح الآن حركات المصارعة، وزي ما حكينا هي عبارة عن 250 حركة، وراح ناخد أبرز حركات فيها، هي عبارة عن 5 حركات أو 6 حركات. راح نشرح الحركة الأولى اللي هي الرمي من فوق الكتف، والحركة الثانية اللي هي الالتفاف خلف الخصم، والحركة الثالثة اللي هي السوبلس، والحركة الرابعة اللي هي الرمي من برضو من فوق الكتف باستخدام الرأس، والحركة الخامسة اللي هي الشيل من الأرض. خلصت، استنونا الأسبوع الجاي مع رياضة جديدة.